الأهمية هنا تأتي منين؟ إنها مصدر آخر للطاقة. تنوع مصادر الطاقة ده جزء من الاستراتيجية. في بعض الدول بتعتمد على مصدر طاقة واحد، في ناس بتعتمد على السولار بس، في ناس بتعتمد على الغاز بس. من أسوأ الأشياء إنك تعتمد على مصدر واحد، لأنه حضرتك المصادر دي الطاقة التقليدية مرتبط جدا بسعر العالمي للبترول والغاز، فده بيتحكم فيك أمور أخرى. فلما يبقى عندك تنوع في المصادر الطاقة حضرتك بتقدر تحدد نوع الطاقة اللي محتاجها حسب التوقيت، تمام؟ فلما بنتكلم على طاقة الرياح، وأنا من أشد على فكرة الداعمين للطاقات الجديدة والمتجددة، لأني أرى مستقبل كبير ليها. هي ليست كل المستقبل بس مستقبل كبير ليها. حضرتك سعادتي بمشروع جبل الزيت إنها محطة حقيقية لإنتاج الطاقة الكهربية من طاقة الرياح، وهي تم الانتهاء من 90% من هذه المحطة، وجاري الآن ربطها بالشبكة، هتحط في الشبكة 580 ميجا وات. برضو ده رقم مش صغير على الرياح. احنا الرياح دي نعمة ربنا ادهلنا، مش اختيارية. الجزء الاختياري هنا انك انت تحدد المكان وتحدد بدراسات علمية جدوى هذا المشروع. الوزارة في مصر والهيئات التابعة ليها درست هذا المشروع دراسة كبيرة مع هيئات دولية كبرى، وبدأنا تنفيذ هذا المشروع، والنهاردة بننعم ان احنا بنشوف بالفعل محطة رياح تعمل طاقة نظيفة تعطيك تضخ في الشبكة ان شاء الله 580 ميجا وات. على نفس هذه الوتيرة بنعمل في الطاقة الشمسية، وزي ما الجميع سمع عن مشروع بنبان، وانا احب اشرحه بس ببساطه انه الناس تتكلم على انه اكبر محطه شمسيه في العالم. القصه بتاعت اولا هي مش محطه شمسيه حتى الامور تتضح، هي مزرعه شمسيه، هي مجموعه من المحطات. المحطه 50 ميجا وات، عدد المحطات 32 محطه. كل محطه ياتي مستثمر هو اللي بيخصص له الأرض، هو اللي بيبني عليها المحطة، وعند اكتمال المحطة وقدرتها على الإنتاج يتم ربطها بالشبكة، والحكومة المصرية تشتري المجبرة على شراء هذا، ده جزء من الاتفاق يعني، هذا الإنتاج. ده بيشجع جدا المستثمر الأجنبي، وبالفعل أول محطة بدأت تربط على الشبكة من حوالي أعتقد شهرين أو ثلاث شهور مستثمر مصري أجنبي، وبالفعل تم التنفيذ أول محطة، وستتوالى المحطات على أمل أنه تنتهي العمل من هذه المحطات قبل في أقل من سنتين. دي طاقة نظيفة، ستعد هذه المزرعة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم، وده حاجة جميلة جدا إن احنا دخلنا في هذا المجال. طبعا من الدول الكبيرة جدا في الطاقة الشمسية الصين، وعندها مزارع ضخمة جدا، والفكرة مش تنافسية في حجم المحطة بقدر من إن حضرتك بتضخ في الشبكة طاقة نظيفة ونوعت المصادر. حضرتك برضو تاني نعيد إنه نعمة من الله إن مصر على الحزام الشمسي، وبالتالي من أعلى درجات الإشراق هي موجودة في المنطقة الجنوبية عند أسوان، فبالتالي هتلاقي حضرتك هناك مشاريع كثيرة جدا. هذا لا يمنع إنه مصر كلها جغرافيا صالحة للطاقة الشمسية بما فيها القاهرة هنا، ونرى النهاردة مباني حكومية ومباني قطاع خاص ومنازل وأعمدة إنارة بدأت إنها تحط ألواح شمسية، وده مستقبل كبير جداً.